أعطونا نقولوا هكا ميساج رسالة للجيل الجديد، أنتم كفنانتين عشرتكم أبوكو بلوس في الكوتي تاع العشرة، الجيل هذا اللي راهو صاعد أعطولهم كما قال لاستيوس اللي خلاتكم تحافظوا على عشرتكم. حاضرين شوفي لا نوفيل جينيراسيون نقول لك يعني كاين شبان وشابات يعني في المستوى يعني من صح. تعرفي واش هي اللي تشد العشره؟ لازم تكوني اونيت، ما تخدعيش، ما تكذبيش، يعني اللي في قلبك في لسانك راح اكيد تحس الحزن الغيره نحيهم. احنا ما عندناش هذا الشيء، ما عندناش هذا. صدقيني انا لو كان نروح نشري حاجه ونعرف بلي راديه تلبس هذيك الحاجه انا نجيبها لها بلا ما تسقسيها. بيان سور يا با، لازم ما يكونش الحزن، ما يكونش البغض. احنا انا ماذا بيا انا وناول وحباباتنا لا جينيراسيون تاعنا كي نشوفوا هادوما لي نوفيل فوا اي تو كونترير، باسكو حنا شحال حنزيدو نقعدو؟ لا تقعدوا ان شاء الله يا حسره. لا ان شاء الله بصح شحال هذا يمد لهذا، هذا يمد لهذا، هذا يعاون هذا. ونكونوا في العرس ولا وتكون هي باغ اكزومبل ضيفه ولا معروضه. بيان سور عباك بلي انا نجوزها افيك ان تري كون بليزير. وي نعيمه حاسيب عبد الرؤوف كاع كيما حنا هاد لا جينيراسيون. وي كامل كامل ما عندناش اشكال. وكي نتلاقاو حتى ولو انا ما كنتش خدامه ونسيب باغ اكزومبل حاسيب عمرو ولا نسيب حاسيب عبد الرؤوف ولا وي حاسو نطلع نورمال شغل عرسي، هي عرسها ماكش شغل انا عرسي ثاني، يعني ما عندناش حسابات. حنا عندنا لو ريسبي. علاش انا كاين مدام بهيجه؟ مدام بهيجه ماشي معروفه في لا تيلي تو، بصح معروفه في باب الواد تخدم العرس زمان. كي نتلاقاها في العرس نطلعها نطلعها تخدم با ريسبي، مالغري كو انسانه جوغ دايرينها يمانا. لا لا صح يمانا، مي ما نقدرش انا مدام بيناكوش كاين بزاف، كاين بزاف صح. اون ريسبكت اللي فايتنا بليله، فايتنا بحيله اكيد. ربي يكملكم لو ريسبكت الحمد لله بعقلكم ان شاء الله.